يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله منخلص المادة اللي هي لعند آخر إشي اللي هو تشابتر 8، وزي ما حكيت لكم تشابتر 12 مو داخل معنا، فإحنا صفت مادة الفاينل البارت النظري من تشابتر 1. طبعاً بارت النظري من كل التشابترز داخل معنا، بس تشابتر 1 لأنه كم من صفحة كان بس. تشابتر 2، تشابتر 5، 6 و 7 و 8، تمام؟ هلأ آخر بودجت ضلت عنا اللي هي الكاش بودجت. هلأ الكاش بودجت نعرف شغلة، هي مش بودجت جديدة، هي زي نحكي يعني كيف بنعمل خلاصة أو سمري لكل البودجتس اللي سويناهم، حتى نشوف قدي ضل عنا كاش بعد ما استلمنا إيراداتنا وبعد ما دفعنا كل مصاريفنا. فهي مرات بنحكي عنها فاينلايزينج للماستر بودجت، يعني بنعمل زي نهايه للماستر بودجت او بننهي اعداد الماستر بودجت. هلا الكاش بودجت بنركز فيها انه انا اشوف قديش استلمت مصاري بالبودجتس اللي حضرناهم، مش احنا حضرنا بودجتس قبل، بدنا نشوف زي نعمل سمري قديش استلمنا كاش منهم وبرضه قديش دفعنا كاش، حتى نعرف قديش بضل عندي كاش بكل كوارتر، وبرضه نقدر نخطط. يعني مثلا اذا انا مخططه انه بالسنه الجاي بالكوارتر الثاني بدي اشتري مثلا سيارات للشركه، اكون عارفه قد ايه رح يكون في عندي كاش بهذاك الكوارتر، فهو جزء من البلانينج اني انا اعرف قد ايه عندي كاش. بدنا نعرف شغله انه الشركات دائما بيكون في عندهم حد ادنى للكاش، يعني كل كوارتر لازم يكون في عندي حد ادنى للكاش، ما بصير يكون الكاش عندي صفر، لازم يكون في شوية سيولة حتى إذا صار عندي أي مشاكل أقدر إني أتصرف. فضروري كتير إنه لما نيجي نحسب الكاش بادجت لكل كوارتر نشوف إذا إحنا وصلنا المينيمم هذا الحد الأدنى تبع الكاش ولا لا. هلأ إذا نزلت عنه، يعني مثلا أنا فرضا الشركة حاطة إنه كل كوارتر لازم يكون في عندي 30,000 كاش، طب لما إجيت عملت الكاش بادجت طلع عندي 10,000، شو أعمل؟ بدي أدور على مصادر تعطيني 20,000 اللي هي الفرقية. فعادة رح نلجأ إنه ناخد قرض من البنك عشان يضل في عندي سيولة. الشركات دائما بيكون في عندهم يعني خلينا نحكي open line بينهم وبين البنوك إنهم يقدروا ياخدوا قروض، يعني بيكونوا زي متفقين على اتفاق بينهم بين البنك إنه مثلا طول هاي السنة بتقدر تاخد قروض لحد سقف معين وبفائدة معينة وبتزايد معين. يعني مثلا بدك تاخد قروض معك مثلا لعند سقف توصل لحد سقف 200,000 بالقروض، بس مثلا بتزايد معين، يعني تقدر تاخد مثلا تبلش ب 10,000 ما بصير اقل من 10، يعني برضو عشان البنك يستفيد. بدك تزيد عن 10 بتقدر تاخد 20,000 ما بصير تاخد اقل، يعني الزيادة بتكون مثلا 10,000 او ممكن تكون الزيادة 5,000، فبيكون في زيادة ثابتة على الليفل اللي انت بتقدر تاخده من القروض من البنك. زي ما حكينا السبب منها انه بدنا البنك بيكون بده يستفيد طبعا. هلأ الكاش بودجت بيكون فيها هدول البارتس، بيكون في عنا الريسيت سكشن اللي هو قسم المصاري اللي انا استلمتهم، الديسبيرزمنت سكشن القسم المصاريف النقدية. هلأ الريسيتس اللي أنا استلمته ناقص اللي صرفته إيش بيعطيني؟ بيعطيني كاش إكسس أور ديفيشنسي سكشن. كاش إكسس، إكسس يعني زيادة، الزيادة بالكاش، أور ديفيشنسي، الديفيشنسي اللي هو النقص، يعني يا إما بطلع عندي كاش زايد أو بطلع عندي نقص بالكاش. كيف بعرف؟ حسب الحد الأدنى تبع الكاش اللي الشركة حطيته، يعني حسب سياسة الشركة. بعدين منشوف الفاينانسينج سكشن، قسم التمويل اللي أنا هلأ كنت أحكي عنه، إنه إذا أنا عندي deficiency أدي القرض اللي بدي أخده، ولما أجي أدفع القرض أدي بدي أدفع. هلأ الريسيت سكشن من وين؟ إحنا إيش البودجتس اللي عملناهم اللي فيهم ريسيتس؟ اللي هي السيلز بودجت. السيلز بودجت إذا بتتذكروا في بارت منها التحتاني كان في قديش أنا رح أستلم مصاري من العملاء، اللي كانت الكاش ريسيتس أو الكاش كولكشن، هيهم هون. الكاش ديسبيرزمنت المصروفات وين كانوا؟ كانوا بالدايركت ماتيريال بودجت، دايركت ليبر، مانيفاكتشرينج أوفرهيد، سيلينج أند أدمينستريتيف. هدول كلهم حطينا فيهم قدي رح ندفع كاش. برضو إذا الشركة بدها تشتري أجهزة معينة
اللي هو الإكويبمنت برضو بيكون هون. بدي أشتري شاحنات، بدي أشتري سيارات، هون بتكون، أو أي أصول ثابتة، بدي أشتري بناية، بدي أشتري أرض. وبرضو إذا وزعنا ديفيدنز، توزيعات الأرباح، بدها تكون هون برضو بالكاش ديسبيرزمنت. فإذا دايركت ماتيريال بودجت، دايركت ليبر بودجت، مانيفاكتشرينج أوفرهيد بودجت، سيلينج أند أدمينستريتيف، إذا بدي أشتري إكويبمنت أو إذا بدي أوزع ديفيدنز. بعدين زي ما حكينا بطلع عندي الزيادة أو النقص. إذا عندي نقص بدي أخذ قرض من البنك اللي هو الفاينانسينج سكشن. خلينا نشوف معطيات المثال اللي هو نفس المثال اللي حلينا عليه كل البودجتس. المعطيات اللي معطيني إياها السؤال أو اللي بتكون عندكم بالامتحان حتى نقدر نحضر الكاش بودجت. طيب معطينا هاي المعلومات نركز فيهم، يعني هم كتار بس بدنا إياهم. The beginning cash balance is 42,500. يعني الكاش اللي بلشت فيه السنة أو البداية السنة قبل ما نعمل البادجت كان معنا 42,500. هذا بيكون جاي من السنة الماضية. طيب management plans to spend 130,000 during the year on equipment purchases. الإدارة مخططة إنها تصرف 130,000 خلال السنة كلها على شراء معدات وأجهزة بالشكل التالي: 50,000 بالفيرست كوارتر، 40,000 بالسكند كوارتر، 20,000 بالثيرد كوارتر، و20,000 بالفورث كوارتر. معطينا كيف بدنا نصرف 130,000 خلال السنة الجاي، هيك احنا مخططين. أوكي؟ هاي بتكون بالكاش ديسبيرزمنت. The board of directors، مجلس الإدارة، has approved cash dividends، وافقوا على توزيعات أرباح بقيمة 8,000 per quarter. يعني كل كوارتر بدنا ندفع للمساهمين 8,000. Management would like to have a cash balance of at least 30,000 at the beginning of each quarter. الإدارة بدها يكون عندها minimum cash at least، يعني على الأقل 30,000 كاش في بداية كل كوارتر. يعني كل ما أبلش كوارتر لازم يكون معي 30,000 كاش، هذا الحد الأدنى للكاش. أوكي. عندنا كمان هاي المعلومة، هاي الشركة اللي هي اسمها بيروت فريز، نفس الشركة اللي احنا عم نحل عنها، has an agreement with a local bank، عندها اتفاقية مع بنك محلي that allows the company to borrow. هاي الاتفاقية بتسمح للبنك انه يقترض in increments of 10,000، بزيادة ثابتة 10,000 at the beginning of each quarter. يعني معاك تبلش تاخد قرض من 10,000 كل quarter، تقدر تزيد up to a total loan balance of 250، تقدر تزيد لحد 250,000، بس الزيادة تكون ثابتة 10,000. يعني تقدر تاخد 10,000 أو 20,000 أو 30,000 أو 40,000 أو 50,000 لحد ما توصل 250,000. ما بقدر أخذ 15,000، ما بصير. الاتفاقية بتحكي الانكريمنتس، انكريمنتس زيادة بتكون ثابتة، التزايد بده يكون ثابت بقيمة 10,000، ومعاك تأخذ قرض خلال كل السنة لمدة 250,000. كل كوارتر تقدر تزيد لحد ما توصل كامل اللي هو 250,000. The interest rate، الفائدة on these loans، على هاي القروض 1% per month. ننتبه معطينا الانترست per month لأنه عم نعمل لكوارترز فبنكون محاولينها بالأشهر. أوكي. بدنا نحضر الكاش بادجت. خلينا نشوف كيف بيكون تحضير الكاش بادجت. بتكون عندي بهذا الشكل، هيها يعني رح نفهم النقاط اللي فيها. طويلة شوي بس هي تابعة للمثال اللي كنا نحله من لما بلشنا chapter 8. أوكي. هاي الكاش بادجت لنفس هاي الشركة، عنا 4 quarters والسنة كلها. أوكي. منبلش بالكاش بالانس البيجينينج، بحط أول إشي بداية السنة قدي معاي مصاري. قدي معنا أعطانا السؤال هلأ بالمعطيات إنه معاي بأول quarter 42,500. هاي من معطيات السؤال رح يعطيكم إياها. هلأ بضيف للكاش بالانس البيجينينج اللي هم الريسيتس، فهي add receipts، بدنا نضيف قديش أخذنا مصاري. إيش عنا الريسيتس؟ حكينا من السيلز بادجت
اللي هي الكولكشنز فروم كاستمرز، قد ايه انا مستلمه من الكاستمرز. هلا اذا بترجعوا على السيلز بودجت اللي شرحناها اول محاضره، رح نلاقي الكولكشن 230,000 باول كوارتر، كله موجود بالبودجت اللي حليناها بالسيلز بودجت اول محاضره. فجمعنا البيجينينج كاش بلس الريسيتس اللي هي 230,000 لاول كوارتر، طلع معاي توتال كاش افيلبل قد ايه معاي كاش، 272,500، هاي باول 3 شهور. هلا هذا الافيلبل بدي اسد منه كل المصروفات اللي انا مخطط لها السنه الجاي. فاذا less disbursements ناقص المصروفات، ايش عندنا مصروفات؟ دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرينج اوفرهيد، سيلينج اند ادمنستريتيف. طبعا هدول كلهم من البادجتس اللي حضرناهم بالمحاضرات الماضيه، نفس الارقام. هلا الاضافه لهم من معطيات المحاضره اليوم equipment purchases والdividends، هدول السؤال بيعطيكم اياهم غير البادجت. نشوف قديش. هلا الماتيريال والليبر والاوفرهيد والسيلينج اند ادمنستريتيف نفس الارقام اللي اخذناهم المره الماضيه، 49,500 رح ادفع على المواد باول كوارتر، 84,000 رح ادفع للعمال اول كوارتر، 68,000 على المانيفاكتشرينج اوفرهيد اللي هي اذا بتتذكروا كانت بعد ما طرحنا الديبريشيشن المحاضره الماضيه، سيلينج اند ادمنستريتيف 107,000 برضه بعد ما طرحنا الديبريشيشن. هلا الايكويبمنت بيرتشيسز هو معطيني انه انا رح اشتري ايكويبمنت بقيمه 130,000 وفرجاني كل كوارتر قد ايه رح ندفع. حكى لنا باول كوارتر رح يكون 50,000 من معطيات السؤال، هي 50,000. والديفيدنس حكالي كل كوارتر 8,000، هاي ديفيدنس 8,000. مجموع المصروفات كلها التوتال ديسبيرزمنت 366,500. هلا شو بدنا نعمل؟ الريسيتس قد ايه انا معي مصاري، بدي ادفع المصاريف. طبعا واضح انه انا الكاش رح يطلع بالسالب لانه المصاري اللي انا رح استلمهم اقل من المصاري اللي انا رح ادفعهم، منخليه يطلع بالسالب ما في مشكلة. يعني رح نحكي 272,500 ناقص 366,500، طلع معاي deficiency نقص بالكاش بقيمة 94,000. يعني صار عندي كاش بالسالب أو نقص بالكاش بقيمة 94,000، فيها deficiency of cash available over disbursement. هلأ حكينا إنه الشركة بدها أتليست يضل عندها 30,000. هلا بما إنه أنا اللي ضايل عندي ما عندي كاش، بالعكس أنا بالماينس 94,000، رح أروح أخذ قرض من البنك. هلا كيف تحسبوا القرض اللي بدكم تاخذوه من البنك؟ في أسئلة بتيجي بالامتحان يعني بيعطيكم قديش النقص بالكاش اللي موجود وبسألكم قديه القرض اللي لازم ناخده. هلا هو حكالنا معاك زيادات 10,000 كل فئة، التزايد يكون 10 لحد ما توصل لعند 250,000 كقرض من البنك. هلأ اللي منفكر فيه، أنا بدي أسد الـ 94,000 وبدي يضل عندي 30,000، فالأصح أنه إيش تعملوا؟ احكوا 94 زائد الـ 30، يعني بدك يضل تسد الـ 94,000 ويضل عندك 30. منشوف قديش الرقم بطلع معانا. هلأ بدنا ننتبه أنه لازم يكون بشكل متزايد 10,000، يعني إذا الرقم طلع مثلاً 125 ما بزبط، بدي أخذ 130، أوكي؟ إذا الرقم طلع عندي 115,000 ما بقدر أخده، بدي أخذ 120,000. يعني بناخذ الفئة الأعلى بشرط إنه يكون الفرق بين الفئات 10,000. فإذا منجمع الـ 94,000 زائد الـ 30,000، الرقم اللي رح يطلع معانا رح نقربه لعند 130,000 عشان يكون بشكل متزايد بقيمة 10,000. فرح ناخد قرض من البنك، أيوه borrowings at the beginning of quarters 130,000. هذا القرض بدي أسد منه الـ 94,000 اللي هي النقص، واللي بضل عندي كاش لإلي. فهي الـ 130,000 ما رح أسد لهون. إيش هو حاطط؟ borrowings repayments إذا بدنا نسد القرض، بس بين قوسين at end of the year، دائما الدفع رح نحطه لآخر السنة، والinterest برضو مع الدفع بتكون لآخر السنة. فالtotal financing كامل المبلغ اللي أخدته من التمويل 130,000 اللي هو القرض.
هلا كيف طلعنا الكاش بالانس الاندينج رصيد الكاش بالنهاية؟ زي ما حكيت لكم القرض 130,000 بدي أسد منه 94,000، ف 130,000 ناقص 94,000 رح يضل عنا كاش 36,000. أوكي؟ رح يضل في عنا كاش 36,000. نعيد كيف بس عملنا القرض. هلا إحنا بدنا نسد 94,000 كاش وبدي يضل عندي 30,000. لو منجمع 94,000 و 30,000 رح يطلع معاي 124,000 المبلغ. ما بقدر أخذ 124، البنك مشرط علي الإنكريمنت تكون 10,000، فباخذ الأعلى منها، فأخذنا قرض ب 130,000. فدائما اجمعوا النقص تبع الكاش بلس الحد الأدنى للكاش 30,000، هذا المبلغ اللي لازم تاخذه من البنك. إذا كان في شروط من البنك فئات معينة باخذ حسب الفئات اللي مشرطها البنك، إذا ما كان في شروط رح ناخذ 124,000 كقرض. هلا قد ايه ضل عندنا؟ ضل عندنا 36,000 كاش بنهاية أول كوارتر. خلينا نعملها هيك بما إنه صرنا عارفين شو البنود، ما في داعي نشوف شو الأشياء المكتوبة. هلا ال 36,000 رح ناخدها معنا على الكوارتر الثاني، رح تكون beginning cash بالكوارتر الثاني. رح نعيد نفس الخطوات، رح نجمع لل beginning cash الريسيتس. الريسيتس اللي هي الكولكشنز فروم كاستمرز موجودة بالسيلز بادجت اللي أخذناها أول محاضرة. بالكوارتر الثاني كانت 480,000، هاي زائد ال 480,000 الأفيلبل كاش 516,000 بالكوارتر الثاني. بدي أسد منه كل المصروفات اللي عندي: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرينج أوفر هيد، سيلينج أند أدمينستريتيف. هدول موجودين من البادجتس اللي أخذناهم بالمحاضرات الماضية للكوارتر الثاني. كمان الإكويبمنت اللي أعطاني إياها بهذا السؤال حكالنا إنه بالكوارتر الثاني رح تدفع 40,000 على الإكويبمنت، والديفيدنس اللي هي 8,000. مجموع كل المصاريف 552,100، نفس الإشي اللي وصلني أقل من اللي رح أدفعه، فرح يطلع عنا نقص بالكاش برضو deficiency. رح نحكي 516,000 اللي هي الريسيتس ناقص 552,100 اللي هي disbursements، طلع عندي بالسالب 36,100، هذا نقص بالكاش. هلأ إحنا حكالنا لازم يضل عندي 30,000، فمعناته رح أرجع أخذ قرض من البنك. كيف حكينا نحسب القرض؟ النقص تبع الكاش اللي هو 36,100 نجمع له المينيمم كاش اللي بدي إياه اللي هو 30,000، رح يطلع معاي 66,100. يعني لو أحكي 36,100 بلس 30,000 رح يطلع معانا قديه؟ 66,100. ما بقدر أخذ 66,100، بناخذ الفئة الأعلى منها اللي هي 70,000، فأخذنا قرض، رح ناخذ قرض من البنك 70,000. طبعا نتذكر دائما إنه هاي بادجت، يعني أنا عم بخطط إنه السنة الجاي بالكوارتر الثاني بدي أخذ قرض من البنك بقيمة 70,000 حتى أجهز حالي من هلأ مع البنك. طيب أخذت قرض من البنك 70,000، هي التوتال تبع الفاينانسينج 70,000، سدينا منه 36,100 اللي هي النقص. 70,000 ناقص 36,100 قدي ضل عنا؟ 33,900 الاندين كاش أخذناه معنا على الكوارتر الثالث. طبعا بالامتحان أكيد إحنا نسألكم عن كوارتر واحد، ماكسيمم تو كوارترز حتى نخفف الحل، بس إحنا لأنه المثال كامل بدنا نشرحه كله. الكوارتر الثالث البيجينينج كاش 33,900، عدنا نفس الخطوات، جمعنا لها الريسيتس، طرحنا الديسبيرزمنت، طلع عنا زيادة بالكاش 165,650، عنا إكسس. هلأ لما يكون عنا زيادة بالكاش خلص ما في داعي أخذ قرض، إحنا أهم إشي ضل عنا كاش 30,000. أنا زاد عندي 165,650 فما أخذنا قروض، ضل عندي ending cash 165,650. هذا الكاش بيروح معاي على آخر كوارتر اللي هو 40، الكوارتر الرابع سوري. beginning cash 165,650، جمعنا له الريسيتس وطرحنا الديسبيرزمنت، ضل عندي كاش افيلبل سوري الاكسس كاش، عندي زيادة بالكاش 263,300 زيادة بالكاش عندنا.
هلا بما انها اخر السنه بدي اسد القرض، يعني بدي اخطط من هلا انه انا في علي سداد قرض اخر السنه الجاي. قديش قيمه القرض اللي اخذناه؟ خلينا نشوف. اخذنا هون 130,000 واخذنا هون 70,000، معناته علي قرض بقيمه 200,000 رح نسده. وما ننسى انه في عليه فائده بقيمه 1% بير مونث للشهر الواحد. هلا هي الاكسس بالكاش. منيجي على بارت الفاينانسينج، رح اعملها هيك شوي. بارت الفاينانسينج هي هون عندنا ريبيمنت سداد للقروض ات اند اوف ذا يير، رح نمشي هي هون 200,000 علي اسد قرض باخر كوارتر 200,000 من الاكسس، وبرضو علي ندفع فائده الانترست. الانترست ايش طالع معنا هون؟ 21,900. هلا بدي افرجيكم كيف حسبناها. فاذا من الزياده بالكاش سدينا القرض وسدينا الانترست اللي هي الفائده، اللي هم مجموعهم مع بعض بيطلع 221,900. ضل عندي كاش 41,400، هذا الكاش اللي ضل عندي اخر السنه، والمينيمم موجود 30,000. بدي بس نشوف طبعا هون التوتال، يعني عاملين احنا التوتال هون، بس انا بهمني هون نشوف كيف حسبنا الفائده. الفائده خلينا افرجيكم اياها هي هون كيف حسبنا الفائده. هلا احنا اخذنا قرضين، قرض اخذناه باول كوارتر اللي هو ببلش بشهر واحد، شهر واحد واثنين وثلاثة، واحنا حكالنا القرض بتاخدوه at the beginning of the quarter، يعني انا ماخد القرض بشهر واحد بقيمة 130,000 ضربنا بواحد بالمية per month اللي هي نسبة الفائدة للشهر الواحد ضرب 12 شهر. ليه 12 شهر؟ لاني انا اخدت القرض بشهر واحد اول السنة واجيت بدي ادفعه باخر السنة اللي هو بواحد وثلاثين 12، معناته 12 شهر. طلع معي قد الفائدة عن أول قرض؟ 15,600، هاي الفائدة عن أول قرض. نيجي على القرض الثاني اللي هو 70,000. 70,000 أخذناها بالسكند كوارتر، إذا بتذكروا أخذناها بالكوارتر الثاني، يعني أخذناها بشهر 4، لأنه الكوارتر الأول شهر 1 وشهر 2 وشهر 3، الكوارتر الثاني شهر 4 و5 و6. القرض أنا ما أخذته بشهر 4. هلأ من شهر 4 لشهر 12 9 أشهر، أو ممكن كيف نحسبها 3 أشهر راحوا اللي هو أول كوارتر، ضايل 9 أشهر اللي هم 3 كوارترز، كل كوارتر فيه 3 أشهر. فإذا 70,000 ضرب 1% ضرب 9 أشهر، التسع أشهر لأنه بلشنا من السكند كوارتر، طلعت معانا 6,100 الفائدة، جمعناهم مع بعض فطلعت 21,900 فائدة القروض اللي أخذناها اللي هو 200,000. تمام، هاي الكاش بودجت. زي ما حكينا ما بنسألكم عنها كاملة إنه 4 كوارترز، بنسألكم ممكن كوارتر أو 2 كوارترز ماكسيمم. نركز أكتر إشي على كيف نحسب الإكسس أو الديفيشنسي بالكاش، كيف نحسب قد إيه قيمة القرض اللي بدنا ناخده، الفائدة كيف نحسبها. أوكي، هلا في أسئلة موجودة على الموقع على البودجت، حلو أسئلة الكتاب برضو موجودة، أسئلة الباوربوينت مهم جدا، قد ما بتقدر حلو أسئلة على البودجت. وإن شاء الله إنه يكون الشابتر واضح، يعني إذا في أي أسئلة خبرونا بس. يلا يعطيكم العافية.